شيء. قال الإمام الحسن عليه السلام: كل جسم مغذى بغذاء إلا الخالق الرازق، فإنه جسم الأجسام وهو ليس بجسم ولا صورة، لم يتجزأ ولم يتناهى ولم يتزايد ولم يتناقص، وهو اللطيف الخبير الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منشئ الأشياء ومجسم الأجسام ومصور الصور، لو كان كما تقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق، ولا الرازق من المرزوق، ولا المنشئ من المنشأ، لكنه المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وشيئه وبينه، إذا كان لا يشبهه شيئا.